نجاة أنوار رئيسة منظمة ما تقش ولدي. الشعار ديال هذه الندوة ديال اليوم هنا في كلية الحقوق بالمحمدية كان هو كلنا مناضلون من أجل حقوق الطفل، وهذا شعار جميل اللي جمعنا اليوم حول هذا الموضوع. وأنا فرحانة أنني نكون اليوم وسط الطلبة، لأن الطلبة هم اللي عليهم الرهان. احنا درنا ما فيه الكفاية باش أننا كسرنا هذا الطابو. هذا اليوم ولينا كنشوفوا المرف في البادية، إلى تعرض ولدها أو بنتها للاعتداءات الجنسية على الأطفال أصبحت كتفضح، وهذا في حد ذاته مكسب. ولكن هاد الوليدات هادو وهاد الطابو اللي ما بقاش طابو، وحنا فرحانين أننا كسرنا الطابو. اليوم خصنا نطرحوا السؤال، كيفاش غادي نبنيو هاد الأسر، وكيفاش غنبنيو هاد الأطفال اللي محتاجين للتتبع النفسي، محتاجين للدفاع، الحق في التمدرس، الحق في اللعب، الحق في العيش الكريم. فكلنا مناضلون من أجل توفير العيش الكريم لهاد الأطفال، من أجل تحقيق مغرب جدير بأطفاله. فلنتحد جميعا لي